فرصة كذلك لتهنئتهم، وفرصة كذلك للتوجه إلى كل الرياضيين من خلالهم حتى نحفز كل الرياضيين على التألق والعمل الجاد لزيادة في النجاحات وبالمراس ولاية قسنطينة عامة. سيد الوالي، كان وعدنا بيمدنا دعم مالي كحصة أولى وراه فاق الوعد تاعو، وقالنا بربي ان شاء الله نزيد نكون معكم في المرحله الثانيه في العام الجديد ان شاء الله، قالنا نزيد نكون معكم ندعمكم ماليا. اي بوركو با، هذه تسمى حاجه مليحه وخطوه ايجابيه. التكريم ديما يجي في محله، وان شاء الله نكونوا عند حسن ظني، لانه اذا فينا ثقه وحنا نقوموا بالواجب تاعنا.